أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حياتنا. أهم حاجة بتهتم بيها المرأة عموما جمالها، ومن أهم عناصر جمال الست الشعر والبشرة. وعشان كده النهاردة معانا خبيرة التجميل منورانا في الاستوديو، خبيرة التجميل والعناية بالشعر والبشرة سماح محرم. هتكلمنا النهاردة عن أهم المشاكل اللي بتقابل الست في من نواحي الاهتمام في الشعر والبشرة. أهلا وسهلا بيك أستاذ سماح، منورانا. ميرسي ذوقك حبيبتي، ميرسي ذوقك. عايزين الاول حاجه خالص كده نتكلم فيها، يعني ايه ست تعتني بشعرها، يعني ايه العنايه بالشعر؟ لو هنتكلم الاول عن الشعر. والله انا هديكي كام نصيحه كده، ماشي؟ يعني تخلي حتى شعرك تعرفي ازاي تعتني بيه. اول حاجه يا جماعه، لما يجي يعني يجي ساعه الشاور، المفروض قبل ما نخش ناخد الشاور بنسلك شعرنا الاول قبل الشاور، تمام؟ طب لو انا شعري ناشف او شعري افريقي او في موجه اعمل ايه؟ هضطر ان انا اجيب شويه زيت، يعني نقطتين زيت كده جوز الهند، وابتدي ان انا اعملهم بايدي، وابتدي ان انا اعمل بيه شعري واسلكه. ده قبل شاور، ده قبل الشاور. مع ان يعني المعروف ان دايما البنت او الست بتعمل بتسرح شعرها بعد الشاور. ما هي دي بقى عاده غلط، دي من ضمن العادات اللي هي الغلط انا بتكلم عليها، احنا هنصلح العادات الغلط، تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه، لما اخش تحت الشاور، المفروض المشكله بتاعتنا ان احنا بنجيب الشامبو ونقوم عاملين كده وكده كده ونبتدي تمام. ندعك، ده غلط غلط جدا كمان. انا بعمل ايه؟ انا بجيب شويه الشامبو على شويه الميه ومدربهم كويس قوي، وبعدين ابتدي ان انا احطه على شعري، وبعدين ما بدعكش بالطريقه دي لان انا ضوافري هتكحت الفروه، فبالتالي لو حصل تف في الفروه وتجريح في الفروه الشعريه هتقع، فدي برضه من عادات الخطأ. انا بعمل ايه؟ انا ببقى شعري كده كده مسرحاه ومسلكاه، وبيبقى كده بحط الميه وابتدي اعمل كده. انا بس انا بنضف الشعر مش البشره، مش الفروه، الشعر اللي انا بغسله لكن مش الفروه. يعني حضرتك تقصدي ان ممكن يكون حاجه بسيطه جدا احنا بنعملها كلنا مش واخدين بالنا منها، بالزبط. ان انا اخد شاور عادي او احط شامبو مباشره على شعري، ده ممكن ياثر بشكل طبعا طبعا طبعا. وبعدين كمان ايه، انا بعمل ايه؟ بخلي الفروه تبقى جافه. طب ده انا ربنا اصلا مديني شويه زيوت طبيعيه كده بتفرز من الفروه، لما انا احط عليها الشامبوهات اللي هي فيها مواد كيميائيه كتير ديت بتنشف اصلا الفروه، وارجع بعد كده ابتدي اعالج الفروه تاني من النشفان. فاحنا لا، احنا بنجيب الشامبو اصلا على الشعر، الفروه ملهاش دعوه، تمام؟ برده في نفس البلسم، بنفس برده الموضوع، ان انا بجيب شويه بلسم صغيرين وابتدي برده ان انا اعمل بيهم على شعري، بحيث ان انا برده ما اجيبش البلسم على الفروه، الفروه برده ملهاش دعوه. وبعد كده اهو بشطفه كويس جدا جدا جدا، اتاكد ان كل الشامبو واتاكد ان البلسم طلع تماما من شعري، عشان ده بيبقى فيه عموما مواد كيماويه، فلو فضلت على الفروه او على شعري بتعمل مشكله. طب احنا بنشوف يعني على النت كتير جدا منتجات ده بيعمل يعني بيحسن من كفاءه الشعر، ده بينعم، ده كل المنتجات ديت هل ممكن تضر اكتر ما تفيد، ولا هي فعلا منتجات مفيده يعني بتفيدنا؟ انا اصلا بقول يا جماعه الحاجات الطبيه، شامبو طبي، صابون طبي، الحاجات الطبيه بتبقى ما بتعملش مشاكل زي الحاجات اللي فيها طب هل كيميكال. بيكون فيها فيها مواد كيماويه طبعا مثلا طبعا هل بتضر طبعا بتضرنا اكتر ما بتفيدنا، لو ان في منتجات فيهم بتبقى يعني غاليه جدا؟ بصي، حته ان هي غاليه ورخيصه ديت ما، لكن انا بتكلم مش فيه مقياس. اللي انا بتكلم فيه الحاجات الطبيه. انا يا جماعه عايزه حاجات طبيه، انا مش عايزه حاجه. طب ازاي نرجع لك يعني نستخدم الموارد الطبيعيه تاني؟ احنا عندنا يعني ربنا مدينا حاجات طبيعيه كتير جدا ممكن اهتم بشعري من غير ما اكلف نفسي كتير واضمن، فازاي ممكن استخدم الحاجات الطبيعيه في ان انا اهتم بشعري؟ والله يا استاذه، احنا كنا يعني بنقول لو كوبايتين زبادي على شويه زيت زيتون وعملناهم في شعرنا بيخلي الشعر طري وجميل، بيبقى الشعر فعلا بيبقى تحفه ده وطري يبقى وجميل. بديل البلسم مثلا؟ لا، هو مش بديل البلسم، لكن هي كحاجه بتغذي الشعرايه وفاهمه وبتخليها كويسه. لكن لو انت تقدري تستغني عن البلسم بشامبو كويس وتبي، خلاص مفيش مشكله. طب هل بنحتاج زيوت طبيعيه قبل الشاور؟ بنحط مثلا نعمل حمام الزيت قبل الشاور، بعد الشاور، في الصيف بنحتاج مثلا نعمل مره او مرتين، في الشتاء بنحتاجه اكتر، ازاي استخدم زيوت طبيعيه من غير ما اضر شعري؟ والزيت الطبيعي انا استخدمه مرتين في الاسبوع لو انا هعمل حمام زيت، تمام؟ ويستحسن يكون قبل الشاور، ان انا هعمله وهبدا اخش اغسل شعري تاني، تمام؟
انا نفسي بنصح بالزيوت الطبيعيه. الزيوت الطبيعيه دي حاجه جميله جدا على فكره. زيت جوز الهند جميل جدا، بيغلف الشعرايه وبيخليها حلوه. عندك زيت اللوز الحلو، عندك زيت جنين القمح تحفه جميل جدا، عندك زيت الزيتون من الزيوت الطبيعيه الجميله. هل ممكن اخلطهم على بعض طبعا، طبعا، واعمل بيهم ادعك طبعا، بيهم فروه راسي طبعا وبعدين طبعا، بعد قبل شاور؟ قبل الشاور تمام، وبخش بعد كده باخد الشاور بتاعي عادي وبلاقي شعري طري وجميل وحلو، مش بحتاج بعد كده ان انا اعمل فيه اي حاجه تاني. طب في ناس كتير جدا بقى بتشتكي من تساقط الشعر، يعني دي مشكله بنسمعها منذ قديم الازل، يعني كل واحد يقول انا شعري بيقع. خليني اقول لك نقطه مهمه قبل ما نخش في الحوار دوت. حته المكوى العاليه او البليس، في عمال بليس والاستشوار دي حاجه عايزه اقول لك يعني قاتله جدا للشعر. انا بشوف بنات كتير جدا او بسمع بنات كتير جدا بياخدوا الشاور بتاعهم وبيطلعوا بيمسكوا الاستشوار ويفضلوا بقى دي حقيقه. ماشي. طب ما ده غلط اصلا. كده كده انا لما باجي اصلا باخد الشاور بتاعي، المفروض لما انا بستخدم الشامبو او البلسم ما تبقاش الميه سخنه، تبقى الميه فتره عشان ما تنشفش او ما تجفش الفروه بتاعتي. لان لو الفروه بتاعتي انا قلت ان هي فيها زيوت طبيعيه، صحيح، فالميه السخنه مع الحاجات دي كلها بتخلي بتضر اكتر طبعا. بالظبط بالظبط بالظبط. فاحنا مش عايزين اي حراره عاليه على الشعر. انا بسيب اصلا شعري ينشف طبيعي، ولما ينشف بجيب الزيت بتاعي او الكريم اللي انا بستخدمه وابتدي اسلكه واسلكه بالراحه. في ناس كمان من العادات الخطا اللي بيعملوها ان هم بيجوا. هنقطع حضرتك بس قطع كلامك. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع ونرجع على طول، استنونا خليكم معانا. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا، ومعانا النهارده بنفكركم قبل الفاصل كنا معانا خبيره التجميل والعنايه بالشعر والبشره استاذ سماح محرم، وكنا بنتكلم عن اهم مشاكل الشعر والبشره اللي بتقابل الست. استاذ سماح كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اضرار البيبي ليس والاستشوار على شعرنا، واحنا متعودين بعد الشاور يعني خصوصا بقى البنات اللي بتروح الجامعه والست اللي بتشتغل، بعد ما بتخرج على طول من الشاور بتقوم عامله شعرها استشوار سريع كده وبيبي ليس. انت كنت بتقولي قبل الفاصل ان ده مضر جدا جدا. كلميني عن الموضوع. لا هو المفروض ان انا بسيبه يعني يهدى كده وينشف طبيعي، لان الاستشوار هينشف الشعرايه وهيقصفها لي وهيضعفها لي خصوصا بعد الشعر، لان الشعرايه اصلا بتاخد قوتها لما تنشف، لكن وهي مبلوله بتبقى ضعيفه جدا، فلا صعب جدا. والمفروض كمان لما بعد ما اخد الشاور بتاعي انا بنشف شعري بايه؟ فوطه قطن. فوطه قطن، وابتدي انشف شعري كده بالراحه بالراحه كده، مش ان احنا بنعمله كده. ولو حد مثلا محتاج ضروري ان هو هيعمل بيبي ليس او هيعمل سشوار يكون بعد الشعر ما نشف خالص، انت بتنصحي بكده؟ طبعا. مش كده؟ طيب تمام. في حاجه كمان دايما يعني دي بقى بالنسبه للبشره، دايما بتجيلنا يعني بنسمع شكاوي كتير ان انا مش عارفه نوع بشرتي ايه عشان يعني اتعامل معاها. تمام. ازاي نعرف نوع بشرتنا او نحدد نوع بشرتنا عشان نقدر نتعامل معاها؟ هي لو البشره عندي بتطلع دهون من هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى انا بشرتي دهنيه وبالذات من هنا. تمام. طيب لو البشره عندي بتعمل بس دهون من هنا ومن هنا، دي مختلطه مش طبيعيه، مش دهنيه، مختلطه ما بين وما بين. طب لو ما فيش خالص؟ بشره جافه. بالظبط. طيب خلينا الاول، احنا معانا اتصال تليفون، معانا مداخله من استاذه منى من الجيزه. الو. الو، ازيك يا فندم، عامله ايه؟ اهلا وسهلا استاذه منى، شرفتينا معانا على الهوا يا فندم. معلش ممكن اكلم استاذه سماح على حاجه بس بعد اذنك؟ طبعا، اتفضلي، معاكي، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضلي. منورين يا فندم. حبيبتي ميرسي. معلش حبيبتي، انا كل ما اروح بيتي سنتر فيقولوا لي انت شعرك محتاج ترميم، شعرك محتاج ترميم. هو انا مش عارفه امتى اقدر اقول ان شعري ده محتاج ترميم او مش محتاج، ترميم اعرف بس ازاي؟ تمام. طيب هي بتقول لك محتاجه ترميم ليه يا استاذه منى؟ يعني هل مقصف مثلا بيسقط ليه؟ هو بيتساقط. ده بعد صبغات مثلا ولا هو طبيعي لا بيسقط؟ لا لا. طبيعي بيتساقط. يا فندم. طيب بشكرك استاذه منى، ميرسي. حاجه يعني الناس بتشتكي منها كتير جدا، تساقط الشعر. والله هو تساقط الشعر دوت ليه حاجات كتير، ليه عوامل كتير. اول حاجه لو انا نفسيتي تعبانه، اوكي شعر هيقع مفيش مشكله. طيب لو انا عندي نوع من انواع الانيميا، شعر هيقع. فانا بنصح، وبعدين الاول انا عايزه اعرف عشان اعرف حاجه، هو الشعر اقول امتى بيقع؟ لما يقع من 50 ل 100 شعرايه.
يبقى كده الشعر بيقع. تمام. المفروض الاول ان انا بروح لدكتوره امراض جلديه، تمام، واعمل شويه تحاليل. طيب انا الدكتور تحليل تمام، والدكتور قال لي مفيش اي مشاكل خالص، وممكن يديني حاجه كده خفيفه سبري او حاجه لشعري، تمام. طب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل زيت ال زيت البصل، زيت الثوم، زيت جنين القمح، وزيت الجرجير، حلو جدا، وبنعملها زي خلطه كده ببعضيها، ونبتدي ان احنا ندهن. طب هي بتقول ان هي كل ما تروح بيوتي سنتر ينصحها ان هي تعمل ترميم، انت بتنصحي ان ده ممكن يكون علاج لتساقط الشعر؟ هو الترميم هو اللي انا بقوله دوت، اللي هو زيت البصل وزيت الثوم. يعني احنا ممكن نعمله في البيت؟ طبعا ممكن. طبعا طبعا ممكن. زيت طبيعيه؟ زيت طبيعيه، زيت طبيعيه 100%، يعني مش عايزين اي حاجه فيها كيميكال او اي حاجه فيها مواد كيماويه تضرنا. بالظبط بالظبط. فدي حاجات طبيعيه. اولا زيت الجرجير كويس جدا للشعر وفيه فيتامينات حلوه، زيت الثوم، زيت الزيتون، هي خلطه زيوت كده اهوت بنعملها، وبنعملها لشعرنا. والله هي حابه تعملها في الكوافير ماشي تروح، ما فيش مشكله، بس ما تحطش حاجه غير هي الزيوت الطبيعيه، هي اللي هجيب معاها نتيجه، تبقى نتيجه كويسه كمان. انت بتربطي دلوقتي حاجه، يعني بتربطي تساقط الشعر بالحاله النفسيه؟ ايوه. والحاله العضويه؟ ايوه. يعني تقولي ممكن مثلا واحده يكون ما عندهاش اي حاجه في شعرها كويس جدا، ويجي فتره يسقط جامد جدا، ده ممكن يكون نتيجه زعل مثلا؟ ايوه، عوامل تانية. او مثلا ضعفت شويه، فانت طب تنصحي ناخد فيتامينات مثلا في الحاله اللي زي ديت، ياخدوا فيتامينز بقى تقويه، في حاجه معينه البنات تاخدها تقويه للشعر، ولا دي بترجع للتحاليل ولازم دكتور؟ لا، بس هي الحاجات دي هترجع للدكتور. لكن انا بقول كل فاكهه كتير، كل خضار كتير، اشربي ميه كتير. تمام. ما انا دلوقتي مثلا انا هديكي حاجات لشعرك كتير جدا، وهو اصلا المشكله مش في شعرك، المشكله انت حالتك النفسيه. مهما اعمل معاكي ترميم، ومهما اعمل معاكي جلسات، ومهما اديكي زيوت، شعرك هيقع. احنا عايزين نعالج الاول، نشوف ايه السبب التساقط ده. بيأثر برضه كمان على البشره، يعني طبعا كمان طبعا بنتكلم على البشره. أيوة طبعا ده طبعا بيأثر على البشره، بنلاقي بقى الهالات السوداء اللي الناس بتشتكي منها، وبنلاقي اسمرار مثلا. بالظبط. وانا قلت برضه في حاجه مهمه جدا انا قلتها، قلت واحنا في الشاور بتاعنا بضوافرنا بنعمل بنيجي ندعك، بندعك البشره، ما دي الفروه ديت بتجرح الفروه، فبتوقع الشعر بطولها. فاحنا برضو مش عايزين العاده دي، عشان ما نعرضش للفروه ان هي توقع الشعر، ما ممكن برضو يكون من ده. وسقوط الشعر ليه عوامل كتير. احنا معانا مداخله تانية؟ لسه معانا مداخله تانية. الو، رنا معانا، رنا من القاهره. اهلا اهلا يا رنا. اهلا قولي لي سنك قد ايه يا رنا؟ 19. اهلا وسهلا يا رنا. سؤالك ايه يا رنا؟ كنت عايزة اسال، انا بشرتي دهنية وحساسة جدا، تمام، وبتحمر جدا من الشمس، وفيها حبوب بتطلع مادة بيضاء كانت تكون دمينة، فانا استخدمت مسكوت كتير مفيش فايدة، فكنت عايزة اعرف ايه حلها. بتطلع دمامل ومية. طيب يا رنا، تابعينا يا رنا. رنا عندها 14 سنة، وانا افتكر ان السن دوت معرض جدا ان تمام. هو بيبقى دايما بيشتكوا ان عندهم حبوب شباب، حب شباب، وبيشتكوا دايما بشرتهم بتعرض لحبوب فترة طويلة. يعني ايه موضوع البطشة بتطلع دميمل دوت؟ دي بقى حاجة تانية. يعني حتة اللي هم مثلا السن دوت والحبوب دي بتبقى حبوب عادية اسمها حبوب الشباب، انما هي اصلا عندها مشكلة ببشرتها. فبرضو انا بقول بنصحها ان هي برضو تروح لدكتور، مفيش داعي ان انا اروح اي بيوتي سنتر او اي كوافير ويحط لي بقى ماسكات ويعمل لي معرفش ايه لا. احنا نمشي صح، هي ممكن تكون محتاجه مضادات حيويه، ممكن تكون محتاجه مرايه معينه. فانا بنصحها ان هي تروح للبشره حساسه قوي دي، بتروح للدكتور افضل، دكتور امراض جلديه افضل. هل البشره الدهنيه بتكون معرضه اكتر للحبوب او حب الشباب او للدمامل زي ما هي بتقول؟ بالزبط. بتكون معرضه اكتر لكده اكتر من البشره المختلطه او البشره الجافه فعلا؟ فعلا. وبعدين في حاجه برضو بالنسبه للبنات بيغلطوا فيها، ان تبقى انا بشرتي دهنيه وهم حاطه ميك اب اوفر. تقصدي ان الميك اب بيأثر كمان على شطر بالظبط البشره الدهنيه، وبعدين بتعرضها للشمس كتير جدا، وبعدين مفيش غسول على طول. البشره الدهنيه ديت بتحتاج غسول على طول. عايزين نتكلم في نقطه برضو مهمه جدا، الصابون العادي، الصابون اللي احنا يعني بنحطه في الحمام، صابون التواليت بنغسل بيه وشنا، هل البشره تتغسل بغسول مش بصابون؟ عشان النقطه ديت يعني ناس بتتكلم فيها كتير جدا، ان الصابون احيانا بيضر البشره، وناس تانية بالزبط. تقول لا، انواع صابون معينه بتبقى مفيده للبشره، يعني حاجه حيره.
فقولي لنا. هو في دلوقتي اللي انا بفضله ان انا اجيب صابونه طبيه للبشره. يعني انا لما اروح اجيب الصابونه بجيبها من الصيدليه، والله صابونه طبيه للبشره عشان ما تاثرش على البشره بتاعتي. لكن الصابون العادي بتاعنا دوت انا ما بفضلهوش، لان بيبقى فيه معدل كيماويات اكتر من من الطبي. استاذ سمحت، طب احنا معانا تليفون تاني، معانا مداخله. استاذه منى اهلا بيكي، اتفضلي معانا حضرتك على الهوا. الو الو، الاتصال اتقطع. طب حاولي تكلمينا تاني استاذه منى. يعني سماحة، عرفينا برضو على حاجة، هل البشرة ليها زيوت طبيعية ممكن نستخدمها زي الشعر؟ يعني حاجة بعيدا بقى عن الماسكات اللي بنسمع عنها وعن الحاجة، هل في حاجة طبيعية كمان نرجع للطبيعة تاني زي ما بتستخدم زيوت طبيعية للشعر؟ هل البشرة كمان ليها زيوت طبيعية؟ زيت الصبار حلو جدا جدا للبشرة، وواقي واقي من الشمس وبيغذي البشرة. احنا مننا كمان في الصيف بقى دلوقتي بالظبط والمصايف، فده ممكن يفيد اكتر زيت الصبار. طبعا جميل جدا وحلو للبشره. في مرطبات للبشره، هل البشره بتحتاج مرطبات كل فتره؟ هي البشره بتحتاج طبعا مرطبات وكل حاجه، بس انا اللي بتكلم فيه برضو ان احنا ممكن نعمل حاجات برضو في البيت طبيعيه نسقي بيها البشره احسن من الكريمات اللي انا هجيبها. ماسك طبيعي في البيت بالظبط. زي ايه مثلا؟ زي الزبادي مثلا والعسل، جميل جدا للبشره. طب انت معاكي تجربه النهارده، ورينا كده عايزه تعملي لنا ايه. هو التجربه اللي معايا دوت سكر، ده ماسك طبيعي الاول، خلينا نعرف المشاهدين ده ايه. ده ماسك طبيعي يتعمل في البيت بالظبط كده. ده بقى ولا هروح بيوتي سنتر لا ولا لا هشتري ولا منتج خالص. من على النت ولا حاجه؟ لا لا ولا اي حاجه. وحاجه متوفره عندي في البيت على فكره، مش مكلفه خالص. عباره عن معلقه سكر على معلقه بيكنج باودر على ليمونه. معلقه سكر ومعلقه بيكنج باودر وليمونه. ليمونه بعصر الليمونه كده. تمام. دي بقى بتفيد، دي يعني مفيده لكل انواع البشره الدهنيه او المختلطه او الجافه، يعني مش لنوع معين من البشره. لا بس انا بقول لو البشره الحساسه يفضل ان هي تعمل تيست عشان الليمون. عشان الليمون بالظبط كده. لو البشره حساسه يبقى يفضل ان هي يكون. وبعدين تحطه ازاي؟ هنحطه بالطريقه دي كده على البشره اهي. ده بيبقى زي سكراب بالظبط، مقشر نفرك كده مقشر بالظبط كده اهو. تمام. بنسيبه 10 دقايق. تمام. بعد كده هو بنبتدي نغسله ونفركه، وبعد كده بتفرجي على النتيجه. انا يعني بشوف بس ده مكشر برضو يا شيماء عشان خاطر اللي هي الحبوب. كنت لسه هتكلم في النقطه ديت، ان بلاقي مثلا البنات كان عندها حبوب وبعدين عالجتها، بعد ما عالجت الحبوب بلاقي اثار الحبوب بقى في وشها. دي بتبقى يعني حاجه يعني مزعجه جدا ويبقى شكلها مش لطيف. هل السكراب ده بيفيد في الحاله ديت؟ مفيد. ايوه هو اصلا ده مكشر طبيعي انا بعمله عشان خاطر بيبقى عندي بقع مكان الحبوب، او بيبقى اللي هي ثبتي ايديكي بس كده للكاميرا وريني وانت بتعملي كده. بس بحاول ان انا ابينه. ثبتي ايديكي كده بس الجمال. بس نعم ازاي، خلي بشرتي عامله ازاي. بصي بصي لما انا ضحكت فيه بقى ناعم. ايوه بصي بقى ناعم ازاي وجميل ازاي. والليمون طبيعي والسكر ليمون طبيعي والسكر طبيعي. بصي الفرق ما بين هنا وما بين هنا، بصي الفرق ما بين هنا وما بين هنا، حاجة طبيعية وحاجة جميلة جدا وسهل أي حد يعمله في البيت وسهل جدا. ده بقى ولا منتج عليه مثلا مواد كيماوية ممكن يضر بشرتي، ولا حاجة طبيعية موجودة ولا في البيت ولا أي حاجة. بس ممكن أعمل تيست على البشرة عشان بس الليمون. أنا ممكن أعمله على وشي، وممكن أعمله مثلا على المناطق الحساسة برضو. طبعا ممكن عشان هو مكشر أصلا. مفيد جدا. طيب استاذه سامح، خلينا كمان نتكلم في حاجه، الشفايف. يعني اللي بيروح يحقن شفايف بقى فيلر وعشان يعمل لون وحاجات زي كده، هل ممكن لو حاجه ماسك زي كده يفتح لون الشفايف؟ والله على اعتبار ان في سكر مثلا. بصي هو انا بفضل للبشره احسن من الشفايف. ده مفيد. ده دي حاجة تانية. دي حاجة تانية انا بفضل منها خالص.
البشرة عموما بتحتاج عوامل كتير جدا. البشرة يعني بالذات البشرة اللي هي الناشفة بتبقى ايه مشكلة نشفانها؟ انتي محتاجة تشربي مية كتير، ترطيب، محتاجة ترطيب، تشربي مية كتير، وتحتاجي ان انتي على طول ترطبي. بترطبيها بالايه؟ بالمسكوت. احنا معانا دقيقتين، عايزاك تقولي لنا نصايح كده لكل البنات والستات، حاجه للشعر وحاجه للبشره. يعني خلينا الاول بما اننا في الصيف وفتره موسم مصايف، فنصحينا كده نعمل ايه؟ البنات تهتم بشعرها ازاي، بشرتها ازاي، اللي رايحين المصيف او اللي راجعين من المصيف. تمام، انا بنصح البنات بالنسبه للشعر الصبغات الكتير اللي على بعض. ان انا مجرد ما بحس ان اللون نزل بحط لون جديد، ولون على لون على لون على لون، ده بيهلك الشعريه. وبنصحهم كمان ان هم لما يجي يحطوا لون بلاش اللون الفاتح قوي، اللي هو زي التلجي او الرمادي او كده، لان انت بتهلكي الشعرايه. وبعد كده هو بتبداي تفكري ازاي تعالج. بالظبط، لان يعني بيحصل تقصيف من الصبغه، الصبغه برضو بتسبب تقصيف عالي جدا، لان الصبغات كلها فيها يعني امونيا، امونيوم، فما ينفعش. فبلاش الصبغات الكتير. وبالنسبه للبشره، بالنسبه للبشره صحينا بقى نحط طبعا سان بلوك وسان بروتكشن عشان خاطر الصيف والمصايف. بالظبط، بفضل الحاجات الطبيعيه. الخيار، اقطع الخيار كده شرايح واحطه. طماطم جميله جدا على فكره، جدا جدا جدا. عصير الطماطم على معلقه سكر، وبتجي اعمله زي الماسك، بيخلي البشره ناعمه جدا، ويخليها لونها وردي، وبيخليها جميله كده ومفتحه، وتحس ان هي كده ده تنت طبيعي. بالظبط، والله بالظبط، تلاقي البشره فعلا جميله جدا، فوق الروعه. استاذ سماح محرم، خبيره التجميل والعنايه بالشعر والبشره، انت شرفتينا ونورتينا النهارده. بشكرك جدا على كل معلومه قلتيها افدتينا بيها. بشكركم اعزائي المشاهدين، ويا رب تكون حلقه ممتعه وخفيفه. نلقاكم في حلقه قادمه، انتظرونا، الى اللقاء.